إن في أسباب كذلك في تحصيل العلم شرب ماء زمزم. ماء زمزم لما؟ شرب له. فإذا ماء زمزم أسباب النشاط وشد الهمم، اشربوا ماء زمزم. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما وصل مكة ذهب إلى بئر زمزم، ولما أراد أن يشرب نوى أن الله يرزقه كعلم شيخه فشرب. شرح البخاري في 22 سنة و 21 سنة رزق من العلم، حتى قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لم تلد الأمهات إلى اليوم كالحافظ ابن حجر. شرب ماء زمزم. وكل العلماء، كل طلبة علم طلبوا العلم لما شربوا الماء زمزم ونووا أن يرزقهم الله سبحانه وتعالى كعلوم مشايخهم. الله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان. فلما تذهب إلى الحج أو العمرة اذهب وانوي واشرب. تشرب ايش؟ ماء زمزم لأجل المثابرة للعلم، عشان النوم ما يحتاج عليك. ما تحتاج من النوم يحتاج عليك، ولا انت تحتاج للنوم؟ من يحتاج على الاخر؟ من يحتاج على الاخر؟ تفضل. آه. نعم؟ ايش لا؟ انت تحتاج على النوم. على الاخر. ما بالنوم يحتاج عليك. فهمت هذا الكلام؟ يعني انت تتحجج بالنوم، يقول ابي انام مثلا، تتحجج بالمواصلات، تتحجج بكذا، تتحجج بكذا. ابي لما تشرب ماء زمزم هذه الحجج يروح عندك. يذوب يذوب، صح ولا لا؟ يروح عندك. عطشنا يا شيخ. عطشنا. اسقيه. فإذا قلنا الإنسان يحرص كل الحرص في تحصيل العلم، التقوى، الإخلاص، الحرص، المثابرة. جزاك الله خير عبد الله. وبعد إيش قلنا؟ الإخلاص. المعوقات هذه العقبات مطبقة تماما للإنسان. سرعة القلب قل السرعة. سمعت أسبوعين أن هذا الحديث ماء زمزم للناس البلوغ، هذا الحديث ضعيف، أني كنت وزدت ولكن قال بعض أهل العلم أن الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. المعنى يعني الماء زمزم من أشرف المياه ومن أطيبها، بل ماء زمزم علاج الإنسان. يعني حتى كان إحدى النساء ما كانت عندها علاج أبدا، ما في إلا علاج، حتى دل على ماء زمزم. راحت الحج حجة وشربت ماء زمزم والله سبحانه وتعالى شفاها. يعني مجرب، يعني وإن كان الحديث ضعيفا. فإذا وين وصلنا؟ عقبات. العقبات خلصنا، هذه مراجعات المطبات هذه.
رجاء لا تجعلون أي مطبات أمامك، ما تجعل مطبات، المطبات مشكلة، علاجها سهل، شد الهمة يا أخي. أنا عندك طريقين، طريق فيه مطبات وطريق سريع هاي واي تسمونه، شو تسمونه بالألماني؟ أوتوبان. فيمشي على هاي واي، خلي عندك هاي واي أوتوبان يكون عندك، هذا أوتوبان يكون خلي عندك تمشي بتتحرك، في بديل يعني، تمشي على البدائل. فالله سبحانه وتعالى يرزق الإنسان. لما أحد الطلبة لو كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الشيخ ممكن درسنا من أول الكتاب، وترى الكتب الكتاب أبواب وفصول، أليس كذلك؟ الكتاب أبواب إيش؟ وفصول حسب الكتاب يعني. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أنت تعلمت بابا؟ قال نعم. قال تعلمت علما، الباب هو علم صح؟ يعني كل ما واحد تأخر نعيد ما سوى شيء صح ولا لا؟ فهذا نجعل المتأخر يأتي مبكرا حتى ما نعيد، فيحرص أكثر أن يأتي إيش؟ مبكر. فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، أن كان طالب العلم يكون حريص أن يأتي كل ما تعلم باب كل ما تعلم علم، كل ما تعلم باب كل ما تعلمت إيش؟ تعلمت علم. باب واحد هذا روحه علم، الله سبحانه وتعالى بصرك بهذا العلم ما كنت تعلم. حينما الصحابي رضي الله تعالى عنه كان ما قاعد يحضرني اسمه حاليا، أظن ابن عامر يمكن يعني، كان بعض الصحابة كان عندهم إبل، كان يرعون الإبل، وكان كل صحابي يتناوب على الإبل على الجمال. فصار هذا الصحابي ايش؟ مناوبته على الإبل في ذلك اليوم خلص، جاب الإبل في مكانه وراح توضأ، دخل المسجد. شوف سبحان الله، حريص، شوف من العمل إلى المسجد، ما صار البيت قال باخذ دش بستحم باخذ كذا، ها انام جزاك الله خير او انام بعدين اروح، على طول اخذ الابل وضعه في مكان، انتهى غربت الشمس وانتهى عمل وقت الدوام، صار جلس. ولا النبي عليه الصلاه والسلام يحدث هذا الحديث، حديث الوضوء، من توضأ فأحسن وضوءه إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث آخر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح هذا الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء، وفي معنى الحديث أنه استقبل بوجهه وقلبه. الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففرح الصحابة، ما شاء الله، ركعتين بس نتوضأ ونسبغ الوضوء ونقبل بوجهنا وقلبنا في هالركعتين، ما تحدث نفسك يعني وتكون وسواس عندك وأشياء ثانية وتتكلم، أول ما نحن نتكبر الله أكبر دخلت الدنيا، تعالي أيها الدنيا. الصحابة إيش يقولون؟ الله أكبر اذهبي، نحن قيود ما زالت علينا،
الله أكبر، اذهبي ولكن تعالي. سبحان الله، الدنيا فتأتي الدنيا مقبل بوجهه وإيش وقلبي إلى الصلاة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. ففرح هذا الصحابي، قال عمر بن الخطاب كان موجود قبله، هو كان متأخر ولا لا؟ كان قبله. قال عمر بن الخطاب: وتريد أفضل منها؟ في حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ذكر؟ ذكر حديث الوضوء، وحديث الوضوء ما كان حاضر الصحابي هذا، وحدثه من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، انك تسبق الوضوء الى اخر الحديث وتقول ايش؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فتحت له ابواب الجنه ايش؟ الثمانيه. فالنبي هكذا، كل واحد عنده صديق، عنده خليل، يعلم الاخر المتاخر ايش؟ ما ادرك ما لم يدركه من العلم. يعني هذا من باب ايش؟ التعاون بالبر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، الان في نتوقف عن الدرس، والله تعالى اعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في حد عنده سؤال؟ تفضل. اول شيء في ثنايا الدرس، في نفس الدرس، بس هي تخلي بس في نفس الدرس بارك الله خليك بس خلاص الاحمر. هل في ال هل في الوضوء يجوز اثناء دخول الحمام الوضوء؟ هل الانسان يذكر البسمله اثناء في الحمام في سره ولا ذنب يخش حمامه؟ هو العلماء قالوا رحمهم الله تعالى: انت لما اذا انتهيت من الغار، انتهيت من الخلاء، واتيت الى مكان ايش؟ الوضوء، فلك ان تبسمل، تقول بسم الله، تتلفظ يعني، مش يعني ترفع صوت، حتى في اثناء الوضوء ما ترفع صوت. نعم. تحرك الشفتين، ما فيها شيء، تحرك الشفتين، ما تقول في قلبك. لانك انت الحين ابتعدت عن المرحاض، ابتعدت عن ايش؟ عن المراحيض. فصرت في قسم ايش؟ غسل اليدين. ففي قسم غسل اليدين منفصل عن قسم ايش؟ المراحيض، حتى يجوز ان تسلم كذا. ولكن الشغل هنا في بعض في المساجد هنا اغلبيه الحمامات داخل المراحيض داخل الحمامات يعني مشتركه يعني في نفس المكان. في نفس المكان نعم. السؤال بس انتهى من قضاء الحاجه. انتهى من قضاء الحاجة، لبس ملابسه. نعم. لبس ملابسه وراح عند ايش؟ المغسلة. ما فيها شيء. عند الغوايه. يعني جنب الغوايه. جنب ايش؟ يعني عند المحاض طوارئ. ما في مشكلة. البسمة هي تجوز. تجوز البسمة. ومنهم من قال أنه يبسمل خارج الخلاء. صار في ايش؟ قولين، القول الأول أنه هو انتهى من قضاء حاجته، ما دام انتهى من قضاء حاجته وأراد أن يتوضأ ولو كان الوضوء ولو كان الماء قريبا يبسمل، لأن الذي يبعد قديما كان يبعده، كان يذهبون في مكان بعيد يقضي حاجته، بعد قضاء حاجته قريب من قضاء حاجته يبسمل، يبسمل يتوضأ عادي، بس أثناء قضاء الحاجة هذا ما يجوز. أثناء قضاء الحاجة حتى رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الصحابي وهو على قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام سلم عليه فلم يرد عليه السلام. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ، احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. هناك نوع من قليل من الامور
لمن؟ المهاجر الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكيف نزلت الآية وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية فيه؟ كيف يكون هذا؟ إيه. ونزلت الآية لأنه بكى هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وظن أنه ما أدرك الأجل. وظن أنه ما أدرك إيش؟ الأجل. فنزلت هذه الآية في حقه أن ما دام هو مشى تحرك الأجل بدأ. يعني ليس القصد أنه لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم توفى، ليس هذا القصد. لا مش هذا القصد. لم يجد الآية خاصة له وعامة بقية المهاجرين. لكن العموم الإدراك، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المكان أم لم يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يدرك في المدينة. مات في الطريق. هذا هو اللبس الذي هذا إنه مات في الطريق. نعم. بما يبدا طالب العلم بطلبه كيف؟ بما يبدا يعني ما هي الكتب او المواضيع التي يبدا بها طالب العلم في طلبه العلم؟ نعم، اول شيء طبعا العقيده، يطلب العقيده، تصحيح العقيده، لانه ما يمكن ان يدخل في ابواب الفقه وبقية العبادات وهو لا يعرف عن ربه. يجب أن تعرف عن ربك. شوف، هذا الذي يدخل في الإسلام يشهد الشهادتين، يعني هذا دخل عرف الله سبحانه وتعالى ودخل، لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأول سؤال تسأل في القبر من ربك؟ أول سؤال. فصار من باب إيش؟ باب العقيدة. فيجب أن يتعلم أولاً العقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا في مكة في عهد المكي 13 سنة. إيش كان يدعو؟ بالعقيدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت العقيدة أولا. فجاءت الصلاة وبقية أركان الإسلام بعد أن استقر التوحيد في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان يقول وهو بالمدينة عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليش؟ لأن الآن أسسهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أسسهم عليه الصلاة والسلام، فصار ما في خوف عليهم. فصار زيارة القبر لأجل الاعتبار والدعاء للميت فقط. فصار زيارة القبر إيش؟ للاعتبار، تذكركم إيش؟ بالآخرة. وما تذكرنا؟ ذكرنا بالآخرة رقم واحد، ورقم اثنين نتدعو للميت. ما تطلب من الميت، تدعو للميت، تدعو للميت الرحمة والمغفرة والجنة. والله سبحانه وتعالى يبعدهم من النار. فصار التوحيد استقام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فحثهم عليه الصلاة والسلام في زيارة القبر. بعد ذلك يأتي حسب أركان الإسلام. الصلاة، لماذا الصلاة؟
لأنها في اليوم والليلة. في اليوم والليلة خمس صلوات، ما تفارق صلاة في يوم، خمس صلوات في اليوم والليلة. تتعلم الصلاة، شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، السنن، النوافل. طبعا قبل الصلاة إيش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الطهارة. شوف أنت لما تفتح باب الفقه الطهارة، لأن مفتاح الصلاة، طهارة مفتاح إيش؟ مفتاح الصلاة، تبعات للصلاة. فتأتي تشوف باب الطهارة، شوف الأبواب تأتي بعضها مع بعض عقب الآخر. طهارة، صلاة، بعدين تأتي إيش؟ الصلاة، كل محتوياتها طبعاً، شو صحة الصلاة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة، سنن، هيئات، كلها، هذا المقصود بالصلاة. ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الزكاة، بعدين الصوم، الحج. ليش الحج بعدين؟ الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والصوم هذا ما في استطاع إليه سبيلا إلا إذا به مرض أو مسافر عنده عذر. فهنا جاء بالترتيب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال حق جبريل، حديث جبريل الطويل، لما سألهم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في غيره عن الإسلام؟ هذا أركان الإسلام. أركان الإيمان أول، شوف البداية، ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. عقيدة ولا لا؟ بدأ أول شيء سأله عن الإيمان، عن العقيدة، جبريل عليه الصلاة والسلام، حديث جبريل في الأربعين النووية، حديث في البخاري، الحديث الثامن في الأربعين النووية. نعم، بعدين الإسلام، بعدين جاء الإحسان، أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فإذا حسب ما جاء عن طريق الشارع يتعلم الإنسان. هذه بالنسبة جملة. تفصيلا، إذا كانت هذه العبادة يريد أن يؤديها في وقتها وهو لا يعرفها، يقدم على بقية العبادات. ارفع صبعك. مثال من نوى الحج هذا العام. لا، ارفع صبعك. نعم، أجب الآن. مثال من نوى الحج مثلا هذا العام، فيبدأ مثلا هذا العام دراسة الحج قبل نصف. جزاك الله خير. فدائما قبل الإجابة ارفع صبعك. وفي تبارك. نأتي مثلا إلى الصيام. دخل وقت الصوم. فيقدم هذه العبادة تقدم ولا لا؟ تقدم، لأن أنت تريد أن تصوم، تعرف عن أحكام الصوم. الشاب بلغ سن البلوغ، على طول نأتي بالترتيب، مثل طالب العلم، صلاة، طهارة، أول شيء، صلاة، قوم روح توضأ، تقول له إيش؟ قوم روح توضأ. ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبع واضربوا عليهم بعشر؟ ليش هذا فترة تعليم؟ فترة إيش؟ تعليم. شوف المشايخ العلماء رحمه الله تعالى
في السن السابع كانوا يتعلمون العلم. السن السابع أول شيء يحفظ القرآن حفظ كامل، هذا بداية تحصيل العلم للصبي، هذا للصبي طبعا بداية تحصيل العلم، أول شيء حفظ القرآن الكريم. بعد ما حفظ سنه وين وصل هو قاعد يحفظ؟ إذا حفظ قبل السابعة خلاص جاء لمرحلة العلم، نعلم الصلاة نعلم الصيام، يدخل في حلقات العلم عادي يدخل، ما كان يدخل في حلقات العلم إلا حافظ قديم دون حافظ. حتى أنا سمعت والله أعلم إذا في أحد من أهل مصر قيل أن في الأزهر قديما إذا واحد ما كان حافظ ما يدخل الأزهر. في حد من أهل مصر هنا؟ صحيح هذا؟ نعم صحيح. ها؟ قديما يعني ما يدخل إلا حافظ. كيف تبي تتعلم العلم وأنت ما تحافظ القرآن؟ فأول شيء يكون إيش؟ حافظ. فتشوف فترة التعليم حق الصغير فترة تحصيل الآن، يتعلم الركوع السجود كل حركات حركات، كيف يركع كيف يسجد يتعلم، فيبدأ إيش بالمراحل. طبعا البنت إذا بلغت إذا تريد أن تصلي تتحجم، ما يمكن تصلي وشعرها طالع، صح ولا لا؟ تتحجم واللبس يكون إيش طويل، ما يكون إلا الوجه والكفتان ظاهر بس، وتصلي تعلم. شوف أمرناها بالحجاب في الصلاة، فصار تعليم الحجاب في الصلاة في سن من السن السابعة، صار تعليم الحجاب إيش من السن السابعة، لأن هذه مرتبطات ترتبط بالصلاة بالعبادة. فكيف هي تصلي طالعة ساقها ذراعها؟ ما يمكن. إيش الصلاة هذه؟ يقول قاعدين نحن نعلمها، هذا مش تعليم، هذا تعليم خطأ. حتى المرأة دخلت في الإسلام كافرة، مرأة كافرة دخلت في الإسلام تريد أن تصلي، خليها تصلي خليها ولا بشعرها طالع، كيف هذا الكلام؟ هذا ما يمكن، هذا مش تعليم صحيح. أنت بنتك الصغيرة تقول تحجبي عشان تصلي، توضعي علشان تصلي، أليس كذلك؟ فأول شيء إيش؟ قبل ما تدخل في الصلاة تقول تحجب كامل، حجاب كامل تدخلين في الصلاة، يقول لا خلينا نندرج وياها، فكيف تندرج وياها في أشياء أخرى؟ أما في أشياء ثوابت ما في تدريج، هالثوابت كيف تخليها تصلي وهي مو متوضية؟ تقول تدريج؟ ما يمكن هذا التدريج، هل يمكن هذا؟ ندخلها في الصفوف النساء، وخلها الحين توا هي اسمها ليش تتوضا؟ خلها يا اخي سهلوا على الناس، ليش تصعبون على الناس؟ يا اخي كيف هذا صعب؟ هذه اوامر، هذا من تبعات الصلاه، مفروضات، يجب ان هي تتحجب، تتوضا، طهور، تطهر نفسها. شوف اول ما يدخل الكافر المسلم من السنه انه يغتسل، من السنه انه ايش يغتسل غسل كامل، هذا غسل ايش؟ غسل الاسلام، الدرك الشرك والنجس الشرك كله يذهب، يروح يكون نظيف، دخل جديد، مولود جديد. انا شوف المولود الجديد لما يخرج من البطن ما يغسله، أسلو ينظفوا يطيبوا، هذا نفس الشيء يطيبوا من أسلو انرتبوا ويدخل، ها تتوضأ، نعم تتوضأ، بس ما تقول تعال حج وتعال رفع، في أشياء يحتاج إلى إيش؟ إلى بعدين، يعني تقدر تأخر، في أشياء يجوز أن تؤخر ما في مشكلة، لكن في أشياء ما يجوز أن تتأخر، يجب أن الإنسان أن يتعلم. فإذا طالب العلم يندرج بهذه الأشياء حتى يدخل الكتب. طبعا يمشي على كتاب مثلا عمدة الأحكام،
عمدة الأحكام لابن دقيق العيد هذا مساهم في بداية طلب العلم، لأن هذا هم أحكام يتعلم هم حديث يتعلم، هم حكم هم حديث. عمدة الأحكام هم حكم هم حديث، وفي شروح كثيرة في سبل السلام وغيره. عمدة الأحكام شرحها ابن دقيق العيد، هو بعد شارح لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بلوغ المرام، بلوغ المرام، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يندرج ياتي المرتبة ما بعد عمدة الأحكام أو نفس قرين لعمدة الأحكام. ثم يأتي بعد ذلك في أبواب الفقه كتاب فقهي على مذهب معين يجب أن يتعلم على شيخ، يجب أن يتعلم على إيش؟ على شيخ، لأن هذا الشيخ متمكن في هذا الفقه في هذا الباب. ما يمكن أن هو يدخل، لأن في بعض التعبيرات والكلمات ما يفهم رموز، فيجب يتعلم على يد شيخ علشان يفكك له هذا الرموز، يفهم ايش يقصد المؤلف او العلماء اللي تكلموا في هذا الباب في هذه المسألة، ايش معنى هذا الكلام، لان هذه الكلمات ضوابط وقواعد انت ما تفهمها، فيجب ان يشرحها واحد يشرحها لك. قيل قديما من كان كتابه شيخه شو بيكون؟ كثر غرضه، يغلط الانسان كثير اذا يكون شيخ الكتاب فقط، من كتاب ايش؟ ساكن، ساكن، انت قاعد تحرك تقرا وساكن، فلازم واحد يحرك يشرحها بالكتاب. فتشوف العلماء مثلا يقول قرات، شوف الأربعين النووية يقول قرات على شيخ فلان 40 حديث، قرات خلى صحيح البخاري وامهات الكتب، كتب الصغار يقول رسائل، كتب رسائل يقول قرات هذه الرسالة على شيخ فلان، صار عنده إجازة في قراءة هذه الرسالة وشرح معاني هذه الألفاظ، رسالة كتيب، سبحان الله كتب، يعني أحد العلماء قرأ مئات أو عشرات الكتب على المشايخ، عشرات، مش كتاب كتابين ثلاث، عشرات الكتب، بس تدرجوا أول شيء يتعلمون عند إيش؟ طلبة الشيخ، يعني طالب جديد دخل يصيرون عند إيش؟ عند طلاب الشيخ الذين قطعوا مرحلة من مراحل العلم، فيبدأون مع مبتدئين هؤلاء. فكان نشوف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى بدأ بتلميذ الشيخ العلامة السعدي، ثم تدرج إلى الشيخ، دخل المفتاح. فدائما كانوا هكذا قديما يتعلمون من طالب تلميذ الشيخ المبادئ والأصول وغيرها، ثم يدخل على الشيخ. لما يدخل على الشيخ يكون عنده مفاتيح، يعرف الشيخ ماذا يقول ماذا يقصد، لأنه تعلم من تلميذه. وكتب المواعظ هو يدرك نعمان ناتبي كل الكتب، نقول التدريج، رياض الصالحين، ترغيب والترهيب، كتب المواعظ يأخذ، طبعا المحققة، الحققون العلماء رحمهم الله تعالى، من هذه الكتب، كتب العقيدة، كتب العقيدة، كتب علماء الحجاز رحمهم الله تعالى شرحوه، كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشراحة كثيرين من العلماء شرحوا الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كتاب أصول الثلاثة، بعدين يتدرج مثلا يدخل في باب الصفات، لمعة الاعتقاد،
يأتي إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية. شوف على العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه بعد العصر، جاء رجل من الواسط يريد أن يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، هو جالس كتب الشيخ أعطاه يا أخي تفضل روح إلى واسط، فسمي بهذا الكتاب إيش؟ سموه الكتاب العقيدة الواسطية، العقيدة الطحاوية معروف الشيخ الطحاوي، فالعقيدة السفارينية محمد بن سفارين الحنبلي. الواحد يعني نسب إلى إما نسب إلى الشيخ أو إلى قريته، ومو مقصود أن العقيدة مقصود هو أسس هذه العقيدة، لا، وجمع هذه الكلمات منه لجمع الطحاوي جمع، والطحاوي يذكر في بداية كلامه مقدمة كلامه أن هذا على مذاهب الأربعة، على أربعة مذاهب، هذه الأقوال جاء بها في كتابه رحمه الله من الأئمة أحمد بن حنبل بس مالك أيوة الشافعي أيوة أبو حنيفة أيوة صح جزاك الله خير هذه الأئمة الأربعة إذا قالوا الأئمة الأربعة أو الجمهور مقصود بهؤلاء الأربعة جمهور قال الجمهور إلا فلان خرج واحد قال الأئمة الثلاثة إذا قال الأئمة الثلاثة إما يأتي اسم الأئمة الثلاثة أو يأتي المستثنى الاستثناء فيقول قال الأئمة الثلاثة إلا الشافعي قال فلان 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 إلا إمام واحد فمعروف الإمام واحد فهذه مصطلحات يعني كلمات يجب أن يتعلم مثلا إذا قال الشيخين في مذهب الشافعي أصحاب الشافعي ها لا مش حين الشيخان الشيخين عند في مذهب الشافعي الإمام النووي والرافعي إذا واحد مو متعلم هو بخاري ومسلم شيخان لا ولا لا عشان كذا ما يأخذ من الكتاب على طول يعني يتعلم من الشيخ شو مقصود بالشيخين تعال البخاري ومسلم تعال من متعلم كيف البخاري ومسلم صح البخاري ومسلم الشيوخ وهذا مشايخ لكن هذا المصطلح في مذهب معين تمشي على هذا المصطلح من هما الإمام الرافعي والنووي استقر المذهب يعني مذهب الشافعي استقر على قول هذين العالمين الرافعي والنووي إذا قال الرافعي خذ إذا قال النووي خذ إذا افترقا اختلفا يعني انظر من هما أصحهما إذا عندك ترجيح تقدر ترجح إذا ما تقدر ترجح طبعا تأخذ من يرجح وإذا اختلفا نذهب إلى الإمام النووي لأنه مطلع أكثر وحسب المسألة ما يكون على إطلاق حسب إيش المسألة فهذا راجع إلى إيش إلى كتب فقهاء والإنسان يتعلم من الفقه وكتب التاريخ طبعا السيرة كثيرة في البداية والنهاية وفي كتاب هذا يأخذ مختصرات مثلا مختصر سيرة ابن هشام المحقق تهذيب سيرة ابن هشام يأخذ كتاب قرة العيون سيرة السيرة النبوية الصحيحة هذا الكتاب خرج من فترة السيرة النبوية الصحيحة يأتي على طريق مصطلح الحديث شو الصحيح شو الخطأ رحيق المخطوب جيد طيب هذا إذا كان مثلا ما يريد أن يأخذ يمشي بالتفاصيل مثلا يريد على طول القصة فيأخذ من رحيق المخطوب قصة على طول بس يحيل إلى الكتاب انتبهوا حيل إلى الكتاب قول في رحيق المخطوب كذا لأن أنت ما أخذت من المنبع
البداية والنهاية يقول حدثنا 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 من سيرة ابن هشام نفسه حدثنا حدثنا المسلسل. فأنت أخذت من مختصر هو بس فجاف قال مثلا قال ابن هشام كذا وكذا، فأنت تحيد ما تقول قال ابن هشام لأنه وجدت في رحيق المختوم، تقول قال المبارك فوري في رحيق المختوم، تحيل إلى الكتاب نفسه. حديث أنت طلعت مثلا في الترغيب والترهيب قال المنذري رواه البخاري ومسلم، أنت لا تقول رواه البخاري ومسلم لأن أنت ما طلعت عليه، أنت تقول كما قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه البخاري إيش ومسلم. إذا أنت طلعت على صحيح البخاري نفس المنبع نفسه الأصل وصحيح مسلم تقول قول ما في شيء لأنك أنت طلعت ورأيت هذا الحديث. وكتب في مصطلح الحديث البيكوني وبعد الشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مبسط زين مبسط جدا للمبتدئين. مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح العثيمين مبسط، ما تمشي على طول، تمشي على السخاوي شوي، ابدأ بالتدريج. واحد على طول يصير ياخذ السخاوي ألفية العراقي، هو الشارح شارح ألفية العراقي شيخ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر. فتروح الكبير، روح أول شيء الصغير مندرج عقب امشي، لأنك أنت لما تبدأ يكون عندك مفاتيح تمشي حتى تأتي إلى إيش الكنز، كنز تصل إلى الكنز، مفتاح مفتاح تدخل الباب. في بعد في التفسير مثلا تأخذ العلامة السعدي إذا تبي فقط شرح، فقط شرح المعاني العلامة السعدي الشيخ أبو بكر الجزائري أيسر التفاسير. إذا تبي مثلا عن المأثورات الحديث يكون في حديث هذا الحافظ ابن كثير، تمشي على الحافظ ابن كثير. إذا تريد عن طريق اللغة انمحت اللغة مع شو ايش ايش مكانة هذه الكلمة في النحو في في النحو في البلاغة في هذا، تصير عند الزمخشري. بس انتبهوا الزمخشري ترى في ما تأخذون حديث آيات الصفات، آيات الصفات أبدا ما تعتمد عليه لأنه معتزل. أنت تقدر تستفيد منه بشو؟ من ناحية النحو، من ناحية اللغة، من ناحية البلاغة، من ناحية العقيدة انتبه ما تأخذ من الزمخشري لأنه معتزلي. انتبهوا من ناحية العقيدة، والواحد إذا مو منتبه ما يقرأ هذا الكتاب. إذا واحد مو ملم في أبواب الصفات حتى في أبواب القدر الإيمان، إذا أنت مش ملم في الإيمانيات ما تقرأ هذا الكتاب لأنك بتضيع. هذا تأخذ معاني المفردات، إذا تريد معاني المفردات للإصفهاني راغب الإصفهاني، تريد معنى هالكلمة هذه الآية إيش معناها؟ ما شاء الله راغب الإصفهاني بحر في اللغة، بحر في المعاني. خذوا باب صفة الصلاة الكتاب شيخ الألباني والشيخ الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز بن باز، عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله. صفة الصلاة هذا تستفيد يعني منه. بعد باب ايش بغيته؟ كان الإسلام، كان الإسلام والإيمان هذا كله داخل في الأصول الثلاثة وداخل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا المختصر يعني عندنا خمس أو ست دقائق فقط. شكرا.
هل تنصح بأن يبدأ طالب العلم بعدة أدوار أم يبدأ في باب من باب؟ يعني مثلاً أنا أعطينا دوار في الفقه ومثلاً في المواعظ ومثلاً في العقيدة. إذا أخذ الإنسان عند تشاؤم على التوازي أم يبدأ في باب في نقطة؟ إذا أخذ باباً لا يذهب إلى باب آخر حتى ينتهي من هذا الباب. حتى ينتهي من هذا الباب. في كتاب اسمه شفحية طالب العلم جيد، هذا يشرح يعني في المقدمة ما يجب أن يكون. كتاب اسمه شفحية طالب العلم يزيد بن بكر يشرح ما يجب أن يتحلى به طالب العلم ويذكر أيضا من كيف يتدرج طالب العلم. كتاب جيد وشرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جيد جدا مناسبا البداية. نعم مناسب جدا، هذا مناسب جدا جدا مناسب. نعم سؤال لسؤال طلب العلم، اذا كان لا يمكن الانسان ان ياخذ العلم في ارفع صوتك شوي بعد، اذا كان الانسان لا يقدر ان ياخذ العلم في مكان ما، هل واجب عليه ان ينتقل الى مكان اخر؟ حسب الحاجه، اذا هناك في مثلا عن طريق الانترنت يتعلم في محاضرات دروس يصعب عليه ان ينتقل مثلا، اذا ما يصعب عليه ينتقل، اذا يصعب عليه الحال الحمد لله الحين في كاسيتات يعني اشرطه يتعلم ما شاء الله العلم الان صار يعني مسهل جدا مسهل جدا، وهذا الكاسيتات طبعا الاشرطه هذا علم تمشي يعني الشيخ قاعد يحدث فتتعلم، فطبعا وجودك عند الشيخ فرق بين انك تتعلم من الشريط يعني، فانت تبحث وتسال وتجيب يعني عندك شيء معين ما تقدر تسال الشريط، تقدر تسال جوجل، تسأل جوجل، تبدأ تسأل جوجل. يعني جوجل بعد يمكن الشبكات مغطية عليها. نعم. فإذا يسهل عليه يتعلم، إذا كان من العلوم الواجبة أن يتعلمها وهو مضطر إليها يجب أن يذهب.